بألف قصص يعني ألف قصص وبيعملوا ألف قصص ألف قصص غير أنا ورحمه كل مرة أنت يعني برا زجل الأكاديمي حياتي العالم هيك بيحكوا برا كيف واحد قاعد ببيته عم يوصل له أخبار وخاصة إذا من أصحابه أو شيء يعني بس هي عم تتفرج يعني عم تتفرج يعني هي بتعرف لو قلت لك الواحد يكون واثق بشخص 100% غير لما هو على فكرة إنه إحنا ببيت واحد أنا عذرتها أنا كمان لو مثلا عندي صاحبي وهو هون وأنا بمحل تاني أكيد رح جي أكيد إنه هو ببيت واحد ومعه بنات وبنات حلوين مش يعني إحنا فينا أربعة فكرة مش بس أنت كمان إنه كان ست قلتنا عم أترحمه كمان فيه هيك طلعت المسامسات لا يا عمي كبر عقلك العالم انه شو بتحكي اذا كتبوا الجرايد او كتبوا شيء انه شو انا عذرتها بس انت اذا بدك يكون يعني انه انا قلت لك الفكره قلت لك انه شيء يعني بس طيب انا وانت اصحاب ورح نضل اصحاب بعد الاكاديميه اوكي اكيد بكره بنضل انا وياك ومحمود وياها يعني عادي ما في شيء بس انه تكون اوكي تكون واضحه بس الفكره قدام وهيك يعني شو ما بده رامي بيصير شو ما بده دايما منخلبط بالحكي هو ينت بكبير سأل أراع هذا سأل أراع هذا أراع.